أهلا بكم مشاهدينا. الحقيقة زي ما الدولة دايما معودانا إن هي بتهتم بمختلف فئات المجتمع، ما نسيتش فئة العمالة غير المنتظمة وقدمت دعم خاص ليها. فيا ترى إيه هو الدعم ده ومين الفئات اللي بتستحقه؟ ده اللي هنعرضه لحضراتكم، تابعونا. بتعتبر العمالة غير المنتظمة هي ضمن أولى الفئات الأولى بالرعاية والدمج لمظلة الحماية الاجتماعية، وبتهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين والعيش بحياة كريمة. والهدف ده كان من أهم أولويات الحكومة في تنفيذ خطة للتنمية الشاملة المستدامة. عشان كده قدمت الدولة دعما غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، وتم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها 1.4 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية بوزارة القوى العاملة لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من وزارة المالية، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة والتي تضررت أيضا من فيروس كورونا. وتم صرف منحة في الفترة الأخيرة 1,600,000 شخص، وبلغ العمال المسجلون في المنحة بالمرحلة الأولى 2 مليون، أما المرحلة الثانية كانت 4 ملايين. وبتقوم وزارة القوى العاملة حاليا بحصر وتسجيل العمالة دي على أرض الواقع من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات في مواقع عمل تلك الفئة، بهدف إعادة قاعدة بيانات متكاملة عن هذه الفئات يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة. تعالوا نتعرف مين هم الفئات اللي بتستحق وليها الأولوية بالرعاية الاجتماعية، وهم ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيبهم كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، بشرط أن يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له ولا لأفراد أسرته، ويقصد بالدخل السنوي القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس الربط الضريبة، ويثبت ذلك بموجب خطاب من مأمور الضرائب العقارية المختصة. وأيضا عمال الترحيل، وهم صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالبائعة الجائلين وأيضا منادي السيارات وموزعي الصحف ومسيحي الأحذية المتجولين، وكمان غيرهم من الفئات المماثلة وأيضا الحرفيين، واللي توفرت فيهم بشروط عدم استخدام عمال وكمان عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري، أو أيضا تتوفر بشأنه شروط القيد في السجل التجاري، وكمان ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام التراخيص من جانب أي من الجهات المختصة الإدارية المختصة. وأيضا من فئات العمالة الغير المنتظمة أيضا الذين يعملون في الخدمة بالمنازل، والذين يتوفر فيهم الشروط الآتية، وهي أن تكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص، وكمان أيضا أن يكون العمل الذي يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية، وكمان المستخدم اللي هي الحاجات الشخصية المستخدم أو لذوي. أيضا كمان محفظي وقراء القرآن الكريم المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة وورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية اللي بتتوفر فيهم الشروط الآتية. من ضمن الشروط وهي ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثيها، أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبة على الدخل، كمان أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك. كمان هيستفيد العاملون المؤكدون في الزراعة
سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو اللي هم بيشتغلوا في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في الأراضي والاستصلاح والاستزراع، وكمان أيضا ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان، وكمان أيضا حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالزراعة. مشاهدينا، دي كانت تفاصيل أهم الفئات المستحقين للدعم من العمالة غير المنتظمة. بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء، ولسه مستمرين مع حضراتكم على مدار اليوم.